أنس مرحبا. إبراهيم شعبان غابان، ربة بيت، ساكن ببيت لاهي حي الآمال عند مسجد الفاروق. عندي 8 أطفال. كانت حياتنا قبل سيئة، دخلنا محدود، ما كناش نقدر يعني نلبي دخل الأطفال ولا طلباتهم، ويعني ما كناش نقدر نلبي طلبات اللحم ولا البيض ولا المأكولات لأولادنا ولا إشي، يعني كان على الخفيف جدا نأدي طلباتهم. عندنا خبرة لتربية الأرانب، بزيد دخلنا، بنوفر اللحم للأولاد، المصروف. عندنا خبرة كاملة يعني، وفي أي منطقة قدرنا نحط المشروع يعني على هذا ونديره. ربة بيت، أي ربة بيت بتقدر تدير المشروع يعني المحدود هذا الصغير. اللي شجعنا نربي أرانب عشان نزيد الدخل تبع البيت ونوفر لحم للصغار، وبرضه بساعدنا في مصروفهم، في تعليمهم، ألبي احتياجاتهم المدرسية زي بامبس زي إشي للصغار. بدو الواحد مصاريف اللي عنده يعني متطلباتهم للصغار كتيرة، فبساعدني إن احتياجات، فبغطي احتياجات معايا. تعلمنا النظافة منهن، إن ننظف عليهن، كل ما نظفنا عليهم بعطونا أكتر إنتاج وبكون صحيات أكتر، ويعني في حاجات كتير بتتعلق في هذا الموضوع. يعني تعلمنا من المشروع إن أي إنسان بربي مشروع وبيعتني فيه وبكلفه وبدير باله عليه بزيد إنتاجه وبزيد دخله، وهو بيستنفع والناس كمان بتستنفع، وبنفع بلده وبنفع نفسه كمان. الحمد لله تربية الأرانب كويسة، بتعطيكي دخل، ببيع منه، بطعم أولادي بروتينات منه، بذبح لهم، بطعميهم، بصرف عليهم، بجيب فواكه لهم، بجيب منظفات لهم. الحمد لله يعني كويس المشروع ومفيد للي بدير باله عليه وبحافظ عليه. وإن شاء الله يا ربي بتمنى كل الناس يعني كل ربة بيت تفتح لها مشروع وتسترزق منه. الحمد لله يعني كنا قبل المشروع ما كناش نقدر نلبي طلباتنا، نتداين من هان ومن الدكان ومن هان ومن هان، لقيت الحمد لله كل ما بننزنك بنبيع منه وبنصرف منه وبناكل منه، والحمد لله مصدر دخل منيح لكل ربة بيت. مصدر الأرانب برضه بخلي الولاد يعني بتعرف تذبح انه اللحمة نظيفة وطازة، وبتبعدنا عن اللحوم المثلجة، وناكل احنا ولادنا لحمة نظيفة، وبطن يعني كويسة إلنا. برضو أثر عليهم إيجابيا، صحتهم صارت أحسن، وكمان جيراننا لو يحتاجوا بعطيهم منه، بعطي خواتي أخوتي منه، يعني هاللي بحتاج بعطيهم منه، وبكون مصدر دخل إلي وللناس الحمد لله. علمت جيراني وجاراتي ان المشروع مفيد وبعدي دخل، وبنصحهم بعطيهم نصايح اني كلهن يعني يربن، وبشجعهن على تربية الارانب، وكل اشي يعني كويس. انا بشكر مؤسسة النجد والامسسي، مؤسسة اللي وفرت لنا هذا المشروع وساعدتنا فيه، وساعدتنا في دخلنا وتحسين وضع أسرتنا، وبشكر كل القائمين على المشروع.